اليوم معنا قواعد كثير سهلة، تمام؟ قواعد quantifiers to make comparison، المحددات الكمية to make comparisons لعمل مقارنات. هذا الدرس البعض يعني بتخربط فيه لسبب انه بدخل على الدرس مرة واحدة، ما بيصير. لازم نقسم الدرس لجزئين، الجزء الأول نراجع فيه الadjectives الصفات، تمام؟ نشوف الصفة هاي اللي متعامل معها الadjective، شنو adjective؟ يعني صفة، صح؟ الصفات لها أنواع، نشوف كيف أنواع الصفات، كيف نعملها مقارنة، كيف نعملها تفضيل، ماشي؟ بعدك منروح الجزء الثاني بس نتمكن من أنواع الصفات، منروح على الريرايت. راح أعطيك قواعد الريرايت بطريقة سهلة كثير تحل وانت مغمض، بشرط تتمكن من قواعد الصفات. طبعا هي كثير سهلة مش صعبة، لكن هي لازم تكون انت يعني متمكن منها، بعد هيك اي قاعدة ريرايت بتحلها بسهولة. في عندنا هون يعني 9 patterns، يعني 7 اشكال قواعدية ممكن نستعملها. عندي less، يعني less اقل، صح؟ من than من adjective صفة، يعني بديل صفة معينة، بخلي ايش ايه الطرف الاول ايش ماله اقل في هاي الصفة من بي، يعني اربد is less crowded than عمان، اربد اقل ازدحاما من عمان، اوكي؟ طبعا في عندي comparative مقارنة، والمقارنة يجب ان تكون بين ايش طرفين، عاقل غير عاقل ما بهمني. وعندي superlative النوع الثاني تفضيل، والتفضيل بيكون واحد على مجموعة، عنصر على مجموعة، يعني الأسد أقوى حيوان فضلت الأسد على بقية الحيوانات، الزرافة أطول حيوان، مثلا محمد أكثر طالب مجتهد في الصف، تمام؟ تأخذ عنصر وبتفضله على بقية العناصر في صفة معينة. فإحنا نتعامل مع adjectives، معياش؟ مع صفات. طيب more أكثر، هاي الصفة من، يعني A الطرف الأول أكثر في هاي الصفة من بي. احنا هون في A و B الثنتين هذول احنا قاعدين نعمل ايش؟ في طرفين عندي، معناته نعمل ايش؟ مقارنة، لأنه في طرفين، في طرفين. يعني بعكسها بقول عمان is more crowded than إربد، عمان أكثر ازدحاما من إربد. حلو. طيب هسا عندي تفضيل، شو عندي؟ تفضيل في عندي بس طرف واحد A، ما في غيره، يعني عمان مثلا مفرق is the least populated city. شو يعني the least؟ الأقل. شو يعني the most؟ الأكثر، تمام؟ بقول مثلا المفرق أو وادي موسى is the least populated city، أقل سكانا. عمان is the most populated city، عمان المدينة الأكثر إيش؟ سكانا. الأقل the least، الأكثر إيش؟ the most، وراها صفة، تمام؟ طيب في عندي إشي اسمه equal. شو يعني equal؟ comparison، مقارنة إيش مالها؟ equal متساوية، يعني as وas بينهم إيش؟ صفة، بينهم صفة. يعني مثلا بقول عمان is as big as زرقاء، مثلا عمان بكبر الزرقاء، يعني big نفس الكبر، فالصفة بتكون مشتركة بين اثنين بالتساوي. إذا بدي أخليها unequal، شو يعني unequal؟ بن فيها يعني غير متساوية. unequal إيش مالها؟ بدي أخليها غير متساوية، بنفي الفعل هون مساعد، بحط له إيش؟ not. يعني مثلاً isn't، aren't، don't، haven't، as. مثلاً عمان isn't as big as Cairo، عمان مش بكبر القاهرة، معناته القاهرة أكبر. دائماً في isn't، aren't، as، صفة as، بتميل المقارنة لصالح الطرف الثاني بي. يعني عمان isn't as big as Cairo، عمان مش بكبر القاهرة، معناته مين؟ بي، القاهرة هي أكبر، تمام؟ يعني كايرو is bigger than عمان. طيب في عندي as many countable as، يعني many بكثر، ماشي؟ بس بدها اسم معدود، countable اسم معدود. كيف بدي أميز بين الاسم المعدود و uncountable اللي هو غير المعدود، تمام؟ هذا بكون آخره اس الجمع، صح؟ بكون آخره اس ايش؟ الجمع. يعني I don't have many friends، هاي اسم الجمع، as you do، ما عندي أصدقاء بكثر ما عندك، أوكي؟ as many اسم محدود، as، تمام؟ I don't have as many friends as you do، ما عندي أصدقاء بكثر ما عندك، أوكي؟ as much
زي ووتر ماني اير هواء بوليوشن تلوث، هاي كلها ايش مالها؟ مالها اس الجمع. الكلمه اللي فيها اس يعني انها انكاونتبل، حط لها ماتش، اذا ماتش لغير معدود وماني للمعدود، ماشي. الكلمه فيها اس بنقولها ماني، الكلمه فيها اس بنحكي معها ماتش. اي دونت هاف ماتش ماني از يو دو، ما عندي مال بقدر ما عندك. اي دونت هاف ماتش ماني، ليش حكيت ماتش؟ انا استعملت ماني، ماني مال صح. هون فريندز معدود حطينا ماني. طيب احنا بس السياقات التركيب القواعدي، بعد هيك راح تشوف هذا كله يعني متى تستعمله، بس انت بتعرف قاعد بس. as much as هسه بين ال as وال as اذا ما اجى اسم معدود وغير معدود بس بالحاله نستعمل much. يعني I don't study physics as much as you do، انا ما بدرس فيزياء قد ما انت بتدرس. فبفيدنا بالدوائر هذا الكلام، لما يجيك في امتحان بين ال as وال as بدون اسم، ما في اسم، لو في اسم مثلا له اس نحط ماني، اسم مالوش اسم نحط ماتش، بس فيش بالمره اسم وخيرك بين اشياء اللي معناها كثير، يعني زي ماني ماتش موست تمام او اقل لس، فبتنقيه دائما ماتش. اذا ما في اسم تاخذ ماتش از ماتش از. وممكن نستعمل ادفرب، يعني مش راح نحتاجها كثير، از ادفرب از، يعني زي اوفن مثلا از اوفن از. اي دونت فيزيت بترا از اوفن از اي داز، انا ما بزور بترا بقدر ما بزورها بالتكرار اللي بزورها علي فيه، تمام؟ اوكي. اذا بس نتعرف على هالاشياء، احنا بس مش ضروري نكون ملمين فيها كلها، هي عليها هون امثله اللي حكيتها انا. انا بهمني هون هسه نحكي عن انواع الصفات. النوع الاول، النوع الاول، النوع الاول هو ايش؟ الصفه القصيره، شورت. الصفه ايش؟ القصيره. كيف بدي اعرف الصفه القصيره؟ بكون فيها مش حرف، صوت، صوت عله واحد، صوت عله واحد. يعني مثلا بالبيج ها وقفت، صوت عله واحد. تشيب هسه طلع في حرفين، انا ما بحكي عن احرف، بحكي عن صوت. تشيب صوت واحد عله، فتشيب سمارت. طيب كيف اعرف الطويله؟ الطويله بتكون مقطعين واكثر، يعني مثلا انت ريس تينك دي في كالت، هاي طويله. سمارت ما وقفتش في بس. طب ديف رانت ها في اي و ا، ديف رانت في مقطعين، اوكي. فهيك انا بقدر اعرف المقطع الطويل من القصير بالتقطيع الصوتي، تمام. ومعظم الصفات في الانجليزي صفات ايش مالها طويله. pop you learn interesting amazing، تمام. طيب النوع الاول شو بنسوي فيه؟ بنعمله مقارنه هسه بين طرفين صح، بين a و b مقارنه، بنحط له er than، هاي القاعده ماشي. بس الصفه القصيره شو بتحط لها؟ er than، big bigger than، cheap cheaper than، smart smarter than يعني ذكي أذكى من، رخيص أرخص من، كبير أكبر من. نفس الصفة القصيرة هاي المقطع واحد بدي أعملها superlative تفضيل، بدي أعملها إيش هون؟ تفضيل. التفضيل عنصر على بقية العناصر، يعني محمد أشطر طالب، عمان أكبر مدينة. طيب الأكبر، فبدي ال بمعنى هذا و est، إذا بحط قبليها ذا وبعديها اي اس تي. هون الصفه شو بتاخذ؟ الصفه حط لها اي ار وبعديها ذن، هاي القاعده تمام. بيج بيجر ذن، اكبر من. طب الاكبر قبليها ذا وبعديها اي اس تي. اتذكر انه احنا بنعمل تو اكشنز، حركتين، الحركه الاولى اي ار الثانيه ذن. طيب بالتفضيل الحركه الاولى ايش؟ ذا، الحركه الثانيه اي اس تي، ذا بيجست، بحط للصفه اي اس تي في الاخر. The smartest، ليش حطيناها EST وقبلها ذا؟ لأنه بنحكي عن الصفة إيش لنا؟ القصيرة، النوع الأول، الصفة القصيرة، ماشي؟ big bigger than، تفضيل، تفضيل شو بتصير؟ the biggest، شايف حركتين قبلها ذا وبعديها EST. النوع الثاني tidy، صفة منتهية بواي، صفة منتهية بواي، نفس النوع الأول، بس اللهم أن الواي هاي تقلب إلى I، بعدين بحط الـ ER. وذن نفس الإشي، ذاعي من. فشو صار تايدي؟ تايدير ذن، أطول من، برضو حركتين I E R بعدين ذن، حركتين. نفس الإشي قبليها ذا وبعديها I E S T، نفس النوع الأول بس تقلب الواي لآي، فهون E R وهون E S T، لكن تحول الواي لآي، النوع القصير نوع منتهي بواي. النوع الثالث اللي هو عندي exceptions، عندي
يعني استثناءات صفات شاذة بحفظها حفظ حفظ هاي كما هي ماشي. good better جيد أفضل ماشي. bad worse أسوأ. many much للمعدود وغير معدود زي ما حكينا. more أكثر. few حط كمان معها few إذا بدك. few و little less أقل تمام. far further أبعد ماشي. أبعد far further أوكي. هذا الحفظ. طيب برضو بحفظهم بالتفضيل بحط the best الأفضل من good. good better the best. bad worse the worst الأسوأ. the most الأكثر. the least الأقل. the furthest الأبعد ماشي. النوع القصير er than الهاي حفظ. النوع القصير the قبله بعدي إيش est المنتهي بواي تقلب إلى i ومنكمل زي ما تعلمنا. طيب عندنا هسا النوع اللي هو الرابع والأهم خلينا نحكي لأنه أكثر استعمالا. النوع الرابع اللي هو الصفات الطويلة. الصفات أشملها الطويلة. الصفات الطويلة ماشي. اللونج كنا كيف نعرف صفات طويلة من التقطيع كاج وال. هاي مقطعين كاج وال. كلا سيك كا لا فول. كامف تا بل. فور مال. براك تي كال. مقطعين وأكثر خلاص. ديف رانت صح. كثير سهل التقطيع يعني معظم الصفات طويلة. طيب الصفات طويلة شو بنسوي فيها؟ بتحط قبلها مور والصفة كما هي ما تصيبها وبعديها ذان. إذا بدك تحكي إنه هذا الإشي إيش ماله أكثر. إذا بدك تحكي إنه أقل حط لس والصفة كما هي وبعديها ذان. تمام يعني A is more casual than B يعني عندي طرفين مقارنة. أو بقول إيش مثلاً A is less comfortable than B. الطرف الأول أقل راحة من الطرف الثاني. هاي المادة is more practical than المادة الأخرى. تمام في طرفين. إذا بدي أحكي إنه أكثر more الصفة كما هي than. وإحنا شو حكينا بدي two actions حركتين صح. هاي الحركة الأولى more الصفة كما هي الطويلة إنه ما أقدر أحطها ER صفة طويلة كما هي وبعديها than. هاي حركتين قبليها less إذا أقل وبعديها إيش than. إذا هاي less أقل وأكثر وبعديها than. طيب بال بالتفضيل نفس الشيء عنده حركتين. الحركة الأولى ذا والثانية most. بعدين شو بنحط هون the most شو بنحط لها الصفة adjective الصفة كما هي يعني casual. ها casual طويلة هو the most casual. classic the most classic. colorful the most. ها حركتين. the most comfortable the most formal. إذا شو بدي أحط the most. كثير سهلة ماشي. الصفات الطويلة اللي هي أكثر استعمالا ركز لي عليها. إذا كان طرفين مقارنة بقول more الصفة كما هي than. إذا أقل less الصفة كما هي than. طب بدي أقول إنه هاي المدينة هي مثلا الأكثر ازدحاما بقول Irbid is the most crowded city. شوف كيف طرف على بقية الأطراف. عمان is the most populated city in Jordan. عمان المدينة الأكثر مأهولة بالسكان. ها populated أربع مقاطع طويلة بقول the most قبلها وبس بحط الصفة كما هي. بدي أحكي إنه كرة القدم الأكثر شعبية بقول football is the most popular. ها popular طويلة بحط قبلها the most. football is the most popular game in the world الأكثر شعبية في العالم. ما تنتقل على الجزء الثاني من الدرس إلا وإنت متمكن. صفات قصيرة متحوى بواي exceptions حفظ اللي هي الشواذ وأربعة الصفات الطويلة الأكثر استعمالا. بتدرب عليهم منيح وبعدين بنتقل للجزء الثاني اللي هو ريرايت. نكمل الجزء الأول نتدرب على الدوائر سؤال الدوائر. تمام طبعا إذا كان الحرف قصير زي big هون. إذا كان الصوت قصير نضاعف الحرف بصير bigger. hot hotter إذا كان آخر حرف
قبله حرف ساكن علة قصير صوته، الصوت مش مهم الحرف، الصوت يعني بيج بيجر هوت هوتر صح؟ ها شو بتصير هوت عشانها قصيرة؟ دبل تي هوتر بيج بيجر ماشي؟ إذا صوت إيش ماله؟ قصير. وحكينا عن الآي المنتهب واي زي ديرتي مثلا ها ديرتي بدي أعملها مقارنة تقلب لواي بقول ديرتي ير هاي ديرتي ير ذان طب بدي أعملها تفضيل بقول ذا ديرتيست تمام؟ المنتهب واي تقلب لآي بعدين إي آر ذان بالتفضيل تقلب لواي ذا تقلب لواي إي إس تي ديرتيست طيب هسا بالدوائر كثير عندي مهم كيف أعرف الفراغ تمام؟ طلع كيف عندنا هون في عندنا قواعد راح تفيدك كثير كثير مهم هسا إذا أجي قبل الفراغ ذان بعد الفراغ ذان فهي 100% بدها مقارنة صح؟ يعني ننقي من المقارنة بين طرفين إي آر مور صح؟ ذان لأنه فيها ذان مقارنة فالذان عايش بتدل على المقارنة هي مفتاح حل وين المقارنة؟ بيج لا بيجر بيجست ذا بيجست بيجر هاي الجواب بيجر ليش؟ عرفتها من ذان طيب قبل الفراغ ذا عايش بتدل على التفضيل صح؟ على التفضيل ذا يعني الإشي اللي باخذ إي إس تي أو ذا موست صح؟ عمان is the most city big bigger biggest the biggest ما هو محطوط ذا أحط كمان مرة لا بقول إيش biggest لأنه في ذا بعد الفراغ ذان من حيال المقارنة قبل الفراغ ذا من حيال التفضيل ماشي طيب حلو reading is أها هسه هون إذا عندي طرف واحد نحط تفضيل حيال التفضيل إذا عندي طرفين في الجملة بقرأها عندي هون طرفين A و B A و B من حيل على المقارنة يعني لما أقول لك هون buses وهون taxi taxis معناته مقارنة بس لو أقول لك هون reading وهناك swimming مقارنة بس لما أقول لك reading وبس ما يحكي بقابلها إشي يعني لما نقي عنصر على بقية العناصر نور is the most intelligent student in the class عندك نور in the class نقى نور من الكلاس كامل ما قال لك نور وهدى صح؟ ما قال لك نور وسارة طرفين فما في طرفين في طرفين مقارنة طرف واحد معناها إيش تفضيل بحكي عن الريدنج هون to spend free time حكى مقابلها عن السويمينج حكى مقابلها عن مثلا watching TV ما حكى معناته بحكي عن إشي واحد بحكي عن طرف واحد إيه ما في غيره طرف واحد لحاله هيو طرف واحد لحاله نحل مقارنة أنا كاتب هون تفضيل عفوا نحل تفضيل طيب وين تفضيل The best صح؟ The best Reading is the best way to spend free time طيب إذا جاء برضو هاي مفتاح حل كمان احفظها إذا جاء قبل الفراغ much أو bit دغري بتحلها مقارنة وأجيت في الوزارة أجي قبل الفراغ much أو bit حل على المقارنة أجي عندك much بدها مقارنة تمام؟ أكبا is much بعدين هاي في طرفين العقبة وإربت كمان مبينة في طرفين صح؟ في طرفين مقارنة عقبة is further than إربت طيب بدي further than وين further than أو معطيك إيش from هون عشان خربطك is further مقارنة بدي صح؟ ER today هاي بحكيك today في the is the معناته إيش؟ is the شو معناها؟ معناها تفضيل صح خلاص today is the bad badder worst the worst في ذا خلاص بحط ايش بحط طالما في ذا شو بحط were worst تمام today is the worst day in my life طيب زركا is a bit قلنا bit وماتش شو بدها بدها مقارنة وبعدين في طرفين في عمان وفي الزرقاء معناته في مقارنة بدي مقارنة small smallest the smallest smaller بدي مقارنة صح بدي ايش مقارنة smaller تمام اذا هاي تدربنا على هاي الاشياء اوكي طيب هسه بنعمل اعطيك وصفات تحلوها على الكومباراتيف نتمكن منها وبعدين نعملها ايش سوبرلاتيف اوكي هاي الصفات هاي اعطيتك هون مثلا جود هون
easy. هون hot. هون different. هون popular. هون smart. لارج. تمام؟ وقف الفيديو وحلهم لحالك، تمام؟ اتدرب عليهم وشوف شو بيطلع الحل. طيب؟ طيب، نشوف الحل. جود ايش بدا هون؟ هاي من الشواذ. بيتر. بيتر ثاني اذا بدنا. ايزي منتهيه بواي تقلب الى اي. ايزير ذان. هوت قصير بده مضاعفه هوتر ذان. ديفرنت طويل بقول ايش؟ مور ديفرنت ذان، صح؟ مور والصفه كما هي، مور ديفرنت ذان. طب بوب يولر ثلاث، مور كما هي ذان، صح؟ سمارت قصير، ها ما وقفتش فيه، سمارتر ذان. لارج منتهي بـ، يحطوا ار بس، لارجر ذان لانه قصير. نفسهم نعملهم تفضيل، هاي قلنا حفظ، ذا بيست جود بيتر ذا بيست. طيب ذا ايزيست، هون الواي تقلب الى اي، صح؟ ذا ايزيست. طيب ذا هوتست برضو من ضاعف الحرف عشانها قصير الصوت، هوت هوتست. طيب مقطع طويل او طويل الصوت، ديفرنت صفه طويله، بنقول ذا موست والصفه كما هي ديفرنت عادي ما بنصيبها ديفرنت. طيب popular نفس الاشي طويل، بنقول ذا موست وpopular. سمارت قصير، ذا سمارتست ذا سمارتست. ماشي. اخيرا لارج، ذا لارجست، في اي نحط اي اس تي، نكمل اي اس تي. تمام. اذا زي هيك هي تدربنا على انواع الصفات، لازم نتمكن من الصفات بعدين بنروح على الجزء الثاني هسه وهو ايش؟ ري رايت. بعطيكم قواعد الري رايت بتحل بسهوله.